نقرر بأنفسنا لأنفسنا ما نريد، لا أن يقرر الآخرون عنا، لا أن تصدر الدساتير منفردة، لا أن تشكل الحكومات بشكل منفرد. نحن شعب، ومن حق كل شعب أن يقرر مصيره. نبقى الآن مع كلمة لسماحة الشيخ أحمد أمر الله، فليتفضل مصحوبا بالتحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الحميد في كتابه المجيد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال عز من قائل: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الحديث في محضر أسر الشهداء وأسر المعتقلين والمضحين ليس بالأمر الهين، فألف تحية لأسر الشهداء، شهداء البحرين، شهداء فلسطين، العراق، أفغانستان، ليبيا، مصر، اليمن، تونس، كل شهداء الكرامة والعزة والحرية. ونحن نوقد شمعة سنة جديدة وميلاد عام جديد لثورتنا الأبية، نحيي كل شهداء الحرية والكرامة، شهداء الربيع والصحوة العربيتين. تحية لكم أحبتي جميعا أيها الحشد المبارك، الذين تجشمتم العناء في هذا الجو القاسي على قساوة البرد، ولكن لا أشك بأن حرارة دماء الشهداء تغلي في قلوبكم، وهذه الحرارة لن تفتر ولن تخمد حتى النصر إن شاء الله. تحية لشهيدنا وشمعة ثورتنا الشهيد علي المشامع رضوان الله تعالى عليه. بالروح بالدم نفديك يا شهيد،
هذا الشهيد الذي أطفأ شمعته 21 مع أسرته وأبى إلا أن يطفئ، بل أقول أبى إلا أن يشعل كل وجوده الثوري في جمع أسرته يوم استشهاده ولحظة استشهاده. لم يسقط الشهيد، بل قام وثار الشهيد ونهض ونهضت معه الجماهير. أحييك يا أبا الشهيد. كنت قبل قليل أرجو أبا الشهيد أن يتقدم إلى مقدمة الحفل، وكلكم لكم كرامة، هنا لا توجد مقدمة ولا مؤخرة، كلنا إن شاء الله في المقدمة، هذا الشعب كله متقدم إن شاء الله وناهض. إلا أنني كنت أشعر بالخجل أن أتقدم على أبي الشهيد. قلت له: أنت أبو الشهيد، في يوم ميلادي هذا الشهيد وميلاد ثورتنا المباركة، ترجيت أبو الشهيد أن يتقدم معي إلى المقدمة، وإن كنت دائما أجلس خلف هذه الحشود ولي كل الفخر أن أنظر إلى هذه الحشود وأستلهم منهم الحماس. فقال: هذا الشهيد لم يعد ابني، فهو ابن لكم جميعا، فنحييه على هذه الكلمة الخالدة إن شاء الله. أحييك يا أم الشهيد، يا أم علي، كنت تطفئين كل سنة شمعة ميلاد لهذا الفتى الأبي الغيور، ولكن أشعل معك وبجوارك وفي ساحة البيت الصغير المتواضع الذي تعيشون فيه، هذا البيت الذي أصبح الآن كعبة للثوار ومأوى للثوار، أبى إلا أن يشعل معك هذه الثورة وبجوارك، وتتناثر أشلاؤه ويتقاطر دمه الزكي الذي أشعل الحرارة في قلوب الثوار. هذا الدم يا له وما له من حرارة في قلوب هؤلاء الثوار، هذا الدم الأحمر الذي فرش سجادا أحمر نحو الانتصار إن شاء الله لهذا الشعب. تحية لكل أسر الشهداء، تحية لرموزنا المعتقلين. في عيد ميلاد ثورتنا، عيد نشعل فيه واشتعل فيه الدم في قلوب الثوار، نحيي أولئك الرموز الذين يعانون الظلم خلف القضبان. تحية لكل من وقف وساند هذا الشعب في ثورته، خاصة أخص بالذكر في هذه الليلة أطباؤنا المحترمون، الكادر الطبي جميعا، الذين يتهيئون
ليوم غد لمحاكمة سورية زائفة، كما عودونا يدخلون هذه المحكمة التي فقدت شرعيتها ومصداقيتها بكل شموخ، بكل رفعة رأس، بكل صمود. نعم، كيف لا يثور هؤلاء الأطباء والمسعفون وهم يرون هذا الدم الزكي، دم الشهيد علي المشيمع الذي لا زال يغلي في قلوب هؤلاء الأطباء الشرفاء والكادر الطبي. نعم، هذه الدماء هي التي أشعلت لديهم حالة الثورية، ولا زالت باقية وستبقى إن شاء الله ولن تخمد. لا أحد ينسى صراخاتك يا أم الشهيد في يوم الاستشهاد في المستشفى. أنت التي أعطيت الدفع لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الثوار، بصوتك الذي لن يهدأ ولن يسكت، ولا زال يدوي في ضمير هذا الشعب. صوتك الذي لا أذكر كل مقاطعه، ولكن لا أحد ينسى كلمتك التي إن شاء الله ستتحقق: شايلين شايلين. لا أنسى يا أم الشهيد، لا أنسى، وأتمنى من الجميع، وأنا على ثقة بأن الجميع هذه الليلة سوف يستمع ويعيد تلك الذكريات التي لا تنسى ولن تمحى من ذكرياتنا ومن خواطرنا. لحظة استشهاد الشهيد في المستشفى قال لك أحد الثوار، ثوار: يا أم الشهيد، لم يمت علي، فكلنا أبناؤك، كلنا أبناؤك. وفعلا وفى هؤلاء الفتيان، هؤلاء الغيارة، لدم الشهيد ولدم الشهداء. نعم، هي فلسفة الشهادة، هي ثقافة الشهادة والصمود التي تربى وأنتم ربيتم هؤلاء الفتيان عليها. أحبتي، في هذه العجالة نقف لنحيي ذكرى هذا الشهيد الذي أستحي وأنا أكون مدبرا لهذه الصورة، الذي ينظر هذا الشهيد فيه إلى شعبه، ينظر ماذا سيقدم الشعب انتقاما وثأرا لدمه الزكي الذي قدمه بكل سخاء لهذه الأرض ولهذا الوطن. كأنه ينظر إلينا، ينظر إلى الوراء، بعد أن كان ينظر إلى الأمام، إلى المستقبل المشرق لهذا الشعب، الآن ينظر إلينا: كيف ننتصر لدمه الزكي؟ انتصارنا الحقيقي أيها الأحبة، أيها الشباب، يا ثوار هذا الشعب، يا من نعتز بكم ونفتخر بكم، قدمتم الكثير، ولا زالت هذه الثورة تنتظر منكم الأكثر والأكبر من التضحيات. انتصارنا الحقيقي لدم الشهيد، الثأر الحقيقي لدم الشهيد أيها الأحبة، في هذه المناسبة أن
شعب التكبير، يا من هزمتم جيوش الاحتلال 6 دول تكالبت عليكم، هزمتموهم بتكبيركم وبعلو همتكم. نعم يا أم الشهيد، قلت بأنك لن تفتري وستظلين تدعين على هؤلاء الظلمة ليل نهار. نعم إنه سلاح الدعاء، سلاح ينفعنا، سلاح الأنبياء. نعم لا تفتر أم الشهيد في الدعاء، وكلنا يدعو وكلنا نتسلح بسلاح الدعاء، وخصوصا أنتم يا من تلتهب أكبادكم وتحترق قلوبكم على فلذات أكبادكم. استمروا في الدعاء فنحن منتصرون إن شاء الله. انتصاركم أيها الشباب، يا فتيان الثورة ويا شباب الوطن، انتصاركم باستمراركم في إبداعاتكم. تحدثت قبل قليل الكاتبة الشابة بتول عن الإبداع، ونصر على ذلك أيها الأحبة، نؤكد على هذا. انتصارنا الحقيقي أن نستمر في تفوقنا في الإبداع الفني، الإبداع الإعلامي، في تفوقنا في البعد الحقوقي الذي شهد لنا الجميع. انتصرنا في هذين البعدين وفي أبعاد كثيرة، خاصة في البعد الحقوقي وفي البعد الإعلامي. انتصاركم لدم الشهيد في هذه الليلة أيها الأحبة أن تديموا هذا الإبداع وترتقوا بهذا الإبداع. الإبداع في التصوير، في التوثيق، في المسرح، في السينما، في الصحافة، في الكتابة والتأليف، في الخطابة، في كل الأبعاد. انتصاركم الحقيقي أيها الأحبة لدم الشهيد الذي أريد فقط أن أوصله في هذه الليلة، وليس بغافل وليس بخفي عليكم، هو أن نحافظ على تفوقنا، نحافظ على انتصارنا في هذه الأبعاد حتى تتحقق لنا الانتصارات، والانتصار تلو الانتصار، حتى يتحقق النصر الكامل والعزة الكاملة والرفعة الكاملة لهذا الشعب. وهذا لا يتأتى إلا بصمودكم أيها الأحبة. أنتم أتباع الأنبياء، أنتم أتباع هذا الدين وهذا القرآن الذي علمنا بأنه لن تفلح أمة إلا بالصمود وأخذ العبر من الأمم السابقة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكلنا أمل على أن نصر الله قريب كما وعدنا، والله لا يخلف الميعاد، وما جعلناه إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فتحية لكم يا أسر الشهداء، وتحية خاصة لأسرة الشهيد علي المشيمع. ونحن وأنا أودعكم بما أننا كررنا اسم المشيمع، لا ننسى رمزنا المغيب، هذا القلب النابض
خلف القضبان لا ننساه، سير يا مشامع كل الشعب.